اللي صار بقى لي لموضوع نائب السابق عبد الحميد دشتي في قضية رفض العذر الطبي في البداية، بعدين وافقوا على إجازته، ولكن كمبدأ دستوري أن تتوقع أن في الحق للنواب يقدمون طلب يرفضون عذر نائب طبي؟ بعض قال ولا أنه قاعد يصرح برا وموجود وما في شيء، فهذا العذر الطبي كله فيلم يعني. يعني أنا أعتقد بأن الإجراءات اللي تمت مع النائب عبد الحميد دشتي هي إجراءات خطيرة، و يعني النواب في مجلس الأمة بأغلبيتهم مارسوا الاضطهاد السياسي ضد عبد الحميد دشتي. لا يمكن أن نائب في أي مجلس تشريعي في كل دول العالم بأنه يحرم من إبداء رأيه حتى في مجلس الأمة. لا بس خلاص. وهو قمع ترى، مو مسألة أنه والله في أكو قضايا مرفوعة عليه، وهالم القضايا في النهاية ينظرها القضاء، ولكن هو مشكلته بأنه حرم حتى في إبداء رأيه داخل مجلس الأمة. بس خلا أقولك، ما تشوف إن هذا الاضطهاد السياسي اللي تم عليه، خلا نتكلم بإنصاف، ما تشوف إنه يعني أوكي أنت تقول إنه ظلم في هذه القضية، لكن خلا نناقش أيضا عبد الحميد دشتي، ما تشوف إنه أيضا كان ماشي في فلكهم مع شطب الاستجوابات وغيره، ما تشوف إنه هو أعطاهم الفرصة هذه؟ يعني هذا أداء نيابي يجب أن يحاسب عليه، سواء عبد الحميد دشتي ولا غيره يجب أن يحاسب على هذا الأداء. لكن أنا أتحدث عن نقطة معينة، وهو أن المجلس يرفع حصانة نائب لأن أبدى رأيه. هذه يعني مشكلة كبيرة في البرلمانات المتحضرة.